شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية. كما تفقد الرئيس السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني. واستعرضت الرئيس اصطفاف معدات وأفراد الفرقة السادسة على متن حافلة مكشوفة بصحبة رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة. وفي كلمته خلال حضوره اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة خلال فترة حرب أكتوبر وما تلاها والتي تجاوزت عصرها وظروفها وحالة المنطقة إنذاك. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حقوقها. تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، وأوضحت مصادر لبنانية أن الغارات أدت إلى دمار هائل لا سيما في منطقة برج البراجنة والكفاءات والليلكي، مشيرة إلى انهيار 4 مباني جراء القصف الإسرائيلي بتلك المناطق. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 36 شخصا وإصابة 150 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر الماضي من العام الماضي لتصل إلى 2119 قتيلا وأكثر من 10,000 مصابا. نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في منطقة التوام شمال قطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه الدبابات الإسرائيلية توغلها في عمق جبلية بشمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف المخيم، ما أسفر عن شهداء ومصابين. طالب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة المنظمات الدولية بحماية مستشفيات كمال عدوان والأندونيسي والعودة. وأكد المكتب الإعلامي رفضه تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء، محذرا من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي. استشهد فلسطيني برصاص وحدات خاصة إسرائيلية عقب محاصرة منزل ببلدة عقابة شمال مدينة طباس بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن فصائل فلسطينية تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بقوات إسرائيلية متوغلة بالمدينة عاقبتها اشتباكات مسلحة عنيفة قبيل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المدينة. أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 9 مدنيين وإصابة 11 آخرين في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في حي المزة غرب العاصمة دمشق. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن التقارير الأولية تفيد بأن من بين القتلى نساء وأطفال، ومضيفة أن القصف ألحق أيضا أضرارا مادية كبيرة بممتلكات خاصة في المنطقة المحيطة. Thank you.